السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يعني نتعلم إنجليش مع مس هام رضوان. النهاردة إن شاء الله راح ندرس مع بعض منهج كارنك 2 برايمري 2 فيرست ترم، منهج الصف الثاني الابتدائي الترم الأول. طبعا راح ندرس مع بعض من كتاب الأضواء جيم. اللي حابب يتابع معانا درس بدرس، هنحل التدريبات وهنشرح كل الجرامر والفوكابلري، وراح ننزل إن شاء الله فلاش كاردز خاصة بالمنهج عشان تسهل عليكم الفهم والحفظ. ولو اول مره تشوف القناه يا ريت نشترك ونفعل جرس مشاهده اولا عشان نوصلك اشعار بكل درس جديد ان شاء الله. نبدا بسم الله. هنا يونت 2 يا اولاد. ماي بادي، ماي بادي بمعنى جسدي او جسمي. ماي بادي، ماي بادي بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى جسمي. ماي بادي، اوكي. هنا هنتعرف على بارتس اوف ذا بادي، اجزاء اللي هو الجسم. ايه الاجزاء اللي موجوده في جسم الانسان او جسم الحيوان او جسم الطائر؟ فطبعا هنعرف نفرق بينهم، اوكي. هنا playing gym look and draw the missing parts. طبعا جايب لك هنا سؤال تحفيزي، look and draw the missing parts، يعني انظر وارسم اللي هو الجزء الناقص. طبعا هنا our friend he has هنا ماوس، اوكي، ماوس، بيك، مانك هنا eyes، then mouth، mouth، peak، and eyes. طبعا ده بيدربك تشوف ايه البارتس اللي ناقصة في كل رسمة، او بعد كده تحاول ترسم لحالك رسومات مختلفة. listen read and role play، listen read and role play يعني استمع اقرأ وتبادل ادوار، يعني هنمثل المسرحية دي او الدرس ده والمحادثة دي كزي المسرحية تثبت معانا. number one look it's a bird، طبعا بتشاور على الصورة دي البنوتة بتقول ايه؟ it's a bird، it has two legs. في ايه يا ولاد؟ two legs زي ما احنا شايفين، two legs، two feet، في ايه؟ قدمين، and a beak، وفي منقار. يبقى الطائر ده في ايه؟ two legs، قدم، رجلين، two feet، قدمين، and a beak يعني ايه؟ اللي هو منقار. number two a monkey، الولد ده او يوسف بيقول ايه؟ a monkey has a face، المونكي ده عنده ايه؟ face، صورة القرد ده فيه وجه. teeth، teeth يعني اسنان، and big ears، and big ears. يبقى ايه وصفه للمونكي ده؟ has a face، عنده وجه، teeth، اسنان، and big ears، وايه اذن او اذنان كبيران. number three I don't have two، I have two legs. طبعا البنوتة دي بتقول ايه؟ بتشاور على نفسها، I have two legs، انا عندي ايه؟ two legs، and two feet، وقدمين، two. I don't have a peak، بس هي ما عندهاش ايه؟ منقار. يبقى بتوصف نفسها، بتشبه زي الطائر، هي زي الطائر عندها two legs، قدمين او رجلين، two feet، قدمين، and she don't have، او I don't have peak، طبعا بتقول انا ليس لدي ايه؟ منقار. هنا نشوف هاني، I have a face and teeth too. طبعا بيقول ايه؟ I have a face، ان هو عنده وجه، and teeth too، and teeth too، I have a face and teeth too. اوكي، هنا طبعا في vocabulary او عدت علينا قبل كده اللي هي look، look، big، big، two، two، ال T double O ده معناها جدا او ايضا. اوكي، look، big، two. هنا تعرفنا على أصدقائنا وكل واحد بيوصف نفسه وبيوصف الطائر أو الكائن اللي بيشوفه قدامه. listen a point and say. هنا هناخد يا ولاد ال parts of the body. parts of the body يعني أجزاء اللي هو الجسم. face، face، طبعا هنا شايفين احنا face، tooth، tooth، tooth اللي هي سنة واحدة، foot، 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 قدم واحدة، feet،
شايفين احنا بشاور ازاي على القدمين؟ feet اقدام او قدمان يعني. legs ساقان، legs ساقان. arm ذراع، arm ذراع. teeth 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 اللي هي اسنان، احنا خدنا tooth سنة واحدة. teeth اسنان. head رأس، head رأس. اوكي يا ولاد، طبعا احنا اخدنا ان هو الكلمة المفرد عشان احولها للجمع بضيف لها ايه؟ s. يعني ايه؟ arm arms، arm arms، leg legs، leg legs. اوكي، طبعا عندنا انت مثلا boy boys، boy boys. لا، في حاجة عندنا اسمه ايه الجمع؟ الشاذ. الجمع الشاذ زي ايه؟ كلمة foot feet، foot يعني قدم واحدة، الجمع بتاعها feet. tooth teeth، tooth teeth، دي معناها قدم ودي معناها سنة، دي قدمان او اقدام ودي معناها ايه؟ اسنان. دي معناها قدمان او اقدام، لان احنا عندنا في الانجليش ما فيش غير مفرد وجمع. مفرد مفيش حاجة اسمها مثنى في الانجليش، عندنا singular plural، singular plural. اوكي، foot feet، foot feet، foot feet. tooth teeth، tooth teeth. اوكي، هنا جايب ايه؟ احنا اخدنا وصف الهيومن او الاشخاص، هنا هناخد البيرد. البيرد عنده بيك، بيك يعني منقار، بيك. ليج او ممكن اقول ايه؟ ليجز، عندي ليجز يعني ايه؟ رجلين. فيت او فوت، ممكن يكون عنده قدمين او فوت. هيد، هيد راس. اوكي يا ولاد، هنا هناخد ايه؟ بارتس اوف بودي اللي هو بتاعت ايه؟ المونكي. هيد يبقى عنده هيد، المونكي ده عنده ايه؟ هيد. فيري جود. ده ايه يا ولاد؟ فيس، اكسلنت. فيس. ارم، ده الذراع ده اسمه ارم، ارم. ذس از ارم، ذس از ارم، ذس از ليج، ليج يعني رجل. This is leg. This is teeth. teeth اللي هي اسنان. اوكي، هناخد الشيك بوينت هنا او تدريبات بسيطة على الكلمات اللي احنا خدناها. head، head. very good. طبعا دي صورة اللي هي head، اللي دي feet. foot، foot. foot اللي هي قدم. excellent. ده arm. peak، peak. اوكي، منقار. number two، unscramble and write. طبعا ده هنكتبه في الواجب. هنا دي اللي هي سهلة خالص. arm legs face، arm legs face. number two، copy the following. انسخ. I don't have a beak، I don't have a beak يعني انا لا املك منقار. هنكتبها بطريقة صحيحة. ال I capital، ال D ال O بين سطرين. I don't have ال H فوق السطر، وال A وال V وال E بين السطرين. a beak، I don't have a beak. اوكي، هنا هناخد مع بعض درس مهم جدا اللي هو اللانج فانكشن، اللي هي ولاد اللي هي هاف وهاز، هاف وهاز. اوكي، هاف وهاز. هنا الجزئية بتاعت هاف وهاز دي بمعنى يملك. هنا يا ولاد لما نجي نعبر عن شيء مملوك لنا او احنا بنملكه او شخص اخر بيملكه او شيء احنا لا نستطيع ان نملكه او شخص اخر لا يستطيع ان يملكه، هناخد ايه؟ هناخد اللي هي have. هنا have بمعنى ايه؟
يملك. طب هاف دي ايه البروناون او ايه الضمائر اللي بتيجي معاها؟ اي، هنا طبعا اللي هو البروناون اللي بتيجي مع هاف اللي هي اي، هاف، اي هاف، اي هاف، وي هاف. اكسلنت. يو هاف، زي هاف. او ايه تاني يا ولاد؟ او اسم جمع، اسم ايه؟ جمع. يبقى هنا هاف دي اكسبريسنج بوزيشنز اللي هو تعبير عن الملكيه. اي هاف، يو، وي هاف، يو هاف، زي هاف، او اسم جمع. فور اكزامبل هقول ايه؟ I have a face. I have a face يعني أنا بأملك وجه. I have a face. Very good. I have two legs. I have two legs يعني إيه؟ يعني أنا بأملك رجلين. تمام. طب افرض انا عايزه انفي الجمله دي، بنفيها بايه يا ولاد؟ don't have. don't have. اوكي. طب don't have بتيجي مع مين؟ بتيجي مع I don't have. I don't have. I don't have يعني أنا لا أملك. We don't have. كده عشان لو كانت ما كانش ظاهرة معاكم في الكاميرا. أوكي. I don't. يبقى هنا قلنا have في الجملة المثبتة. طب لما تكون الجملة ما فيها don't have. Don't have. أوكي. I don't have يعني أنا لا أملك. We don't have. نحن لا نملك. You don't have. طبعا you دي معناها انت او انتم او انتي. يبقى للمفرد المخاطب المذكر او المخاطب المؤنث او ايه يا ولاد؟ او الجمع المذكر والمؤنث. المخاطب جمع مذكر او انتم او انتن. اوكي. you انت، you انتي، you انتم، you انتن. they or ايه؟ اسم جمع. طب ادينا اكزامبل كده. I don't have a peak. واحد بيتكلم بيقول انا لا املك منقار. I don't have a peak. I don't have a peak يعني انا لا املك ايه؟ منقار. اوكي. يبقى اخذنا have النيجاتيف بتاعها او النفي بتاعها don't have. طب انا عايز اجيب هنا يملك يا ولاد اللي هي has. has بمعنى ايه؟ has هنا بمعنى يملك. has بمعنى يملك. اوكي. has بمعنى ايه؟ يملك. طب تيجي مع مين؟ he has. she has. هي طبعا ممكن اقول ايه؟ احمد. she ممكن تبقى منى. يبقى ممكن يبقى الاسم او البرونام الضمير عائد عليه. it ممكن هي paired او ايه يا ولاد؟ او اسم مفرد. اسم ايه؟ مفرد. يبقى he has. he has هو يملك. she has. she has هي تملك. it has. it has هو او هي لغير العاقل بمعنى ايه؟ يملك. او اسم مفرد يبقى the bird has. اوكي. طب انا هنا عايزين نجيب اكزامبل هقول ايه؟ it has a peak يعني ايه؟ هي تملك ايه؟ منقار. number two. she has a face هي لديها وجه. اوكي. he has
she has it has okay. طب انا عايزه ايه انفيها يا ولاد؟ بنفيها ازاي؟ doesn't، ركز معايا في الجزئيه دي، doesn't have. ليه يا مس انت قلتي have نفناها ب doesn't have don't have، have نفناها بايه؟ ب don't have. طب ليه has نفناها ب doesn't have؟ لان does بيجي وراها الفعل في حاله المصدر، يبقى احنا قلنا have منفيه don't have. طب has doesn't have، have ليه يا ولاد؟ هنا معناها doesn't have دي معناها ايه؟ لا يملك، لا يملك. من الاول عشان ربما تكون ما كانتش واضحه في التصوير، يبقى قلنا has يملك، انا عايزه فيها تبقى ايه؟ doesn't have. ليه يا مس خلتيها have؟ لان does بيجي وراها الانفينيتيف او الفعل في حاله المصدر. طب ايه المصدر بتاع has؟ اللي هي have. doesn't have ايه؟ he doesn't have، قلنا هي او احمد. she doesn't have. it doesn't have، هنا اسم مفرد. طب انا هجيب اكزامبل مع بعض كده. he doesn't have a pig، هو لا يملك منقار. هقول ايه؟ the bird، bird اللي هو ايه؟ it doesn't have، doesn't have mouth. the bird doesn't have mouth يعني ايه؟ الطائر ما فيهوش فم، الطائر فيه بيك، فيه منقار. the bird doesn't have mouth يعني ايه يا ولاد؟ الطائر لا يملك فم. طب يملك ايه؟ هقول ايه؟ the bird، نكتبها كده عشان تبقى سهلة معاكم، the bird، the bird has beak يعني ايه؟ الطائر بيملك منقار. the bird doesn't have a mouth، لا يملك ايه؟ المنقار. لا يملك، الطائر يملك منقار، لا يملك فم. اوكي. طبعا في جزئيه شرحناها برضو، نعيد عليها بسرعه كده. احنا اخدنا ايه يا اولاد؟ المفرد زي كلمه مثلا leg، leg دي singular. اوكي، عايز احولها للجمع تبقى legs. عندنا ear، ears. اوكي، arm، arms. arms يعني ايه؟ ذراعان او اذرع. اوكي. طب في عندنا حاجه اسمها جمع شاذ، جمع شاذ يعني ايه؟ بيختلف. foot، عندنا tooth، foot هتبقى ايه؟ feet، teeth. اوكي، foot معناها قدم، ودي معناها سنة، دي اقدام، اسنان. يبقى عملنا ايه يا ولاد؟ هنا ده بسميه irregular اللي هو plural اللي هو الجمع الشاذ. foot feet، foot feet، tooth teeth، tooth teeth. لكن الجمع العادي بحصل عليه بإضافة الاس للمفرد، يبقى هنا يضاف اس للمفرد ويحول الى الجمع. يبقى يضاف اس للمفرد ويحول ايه الى جمع. leg legs، ear ears، arm arms. اوكي، head heads. هقول ايه؟ I have، I have، I have
two. I have two legs and two feet. I have two legs and two feet. طبعا legs هنا ده جمع اللي هو legs بضفت s, feet اللي هو جمع ايه, جمع شاز, foot feet. يعني لدي رجلان وقدمان. لدي رجلان وقدمان. اوكي نتابع مع بعض كده في الكتاب. يبقى هنا التعبير عن الملكية يا اولاد, I have, we have, you have, they have او اسم جمع, he has, she has, it has او اسم مفرد بتاخد has. هنجيب example, I have two legs and two feet. The monkey has a face and teeth. طب لما في السنتنس دي تبقى I don't have, we don't have, you don't have, they don't have او اسم جمع. طب he she it doesn't have زائد ايه الاسم. I don't have a peak يعني ليس لدي منقار. I doesn't have arms ليس لدي اذرع. عندي wings عندي يا اولاد wings اللي هي جناحان. هنا طبعا look and read and choose. I two legs, I بتاخد ايه have, I have two legs. Number two, the monkey has. ليه يا ولاد؟ لأن monkey بياخد الضمير اللي هو it. طبعا بتبقى it has. Monkey has اسمه مفرد. A head. The bird doesn't have arms. Okay, doesn't have arms. لأن bird هنا بتاخد البرناون it. Number two, rearrange. طبعا دي هتحطلوها في الواجب. Have a head, have I have a head. Number two, and then I don't have a peak, I don't have a peak. Number three, the bird doesn't arm, the bird doesn't have arms. The bird doesn't have arms. Okay, copy the following. طبعا ده سؤال اللي هو copy, هتحله مفيش اي مشكلة, وتركز انت بتكتب بخط كويس. الكلمات طبعا المفروض نحفظها ونبقى فاهمينها كويس خالص. head, face, arm, legs, foot, feet, tooth, teeth, peak. اوكي هنا هناخد activity مع بعض. look and write the missing letters. head, head, peak, peak, teeth, طبعا هنا أسنان كاملة. look and write, طبعا ده هتكتبه انت في البيت. خلاص عرفنا دي leg, face, feet. look, find and write. اوكي هنا طبعا head, عايزين ايه هنا head, head, arm, arm, and feet. طبعا هنا foot عشان قدم واحدة, foot. طبعا exercise بسيط خالص, head, arm, foot, head, arm, arm, foot, foot. read and put right or false. I have a peak, طبعا البيرد ده بيقول I have a peak, يعني ايه I have a peak يعني لدي منقار. very good. number two, I don't have arms. don't have يعني ايه, انا لا املك arms. المونكي مفهوش arms يا ولاد, طبعا ده false. he has two arms, عنده ايه زراعين احنا شايفينهم طبعا اللي بيمسك بيهم فرع الشجر ده, هو بيقفز من مكان لاخر. I have a face. very good. right. I have a face. طبعا look and complete. the monkey has a very good face. F-A-C-E. I have many teeth.
teeth. يعني انا عندي اسنان ايه كتيره. عدد اسنان الشخص البالغ يا اولاد 32 سنه وضرس. طبعا الشخص البالغ يعني الكبير عدد اسنانه 32 سنه وضرس. I don't have a peak. طبعا ده الكوبي او الخط اللي هو النسخ، هتكتب الخط كويس. وبكده يكون خلصنا ليسون 1 يونت 2. يا ريت لايك للفيديو عشان الكل يستفيد ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا. وسبسكرايب للقناه عشان تتابع معانا درس بدرس. Thank you and goodbye Miss Hemradwan.